بعيداً عن المسارات الدبلوماسية اتجه ملف سد النهضة، فبعد المناورات العسكرية المصرية السودانية أعلنت أثيوبيا عن عزمها لإنشاء قواعد في البحر الأحمر، وهي الخطوة التي وصفها عسكريون مصريون بأنها دعاية للاستهلاك المحلي. ومع أجواء التوتر الحالية بدأت جولة المبعوث الأمريكي لأفريقيا من المملكة لبحث حل لأزمة سد النهضة. فهل من حل دبلوماسي لأزمة السد؟ ما هي دوافع الرسائل العسكرية من الأطراف الثلاثة؟ للنقاش في هذا المحور ينضم إلينا من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي. أهلا وسهلا بك معنا في قناة الإخبارية. يعني لعلنا نبدأ بزيارة جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، زيارته لعدد من دول المنطقة في مقدمتها المملكة لبحث ملف استقرار القرن الأفريقي بما في ذلك ملف سد النهضة. ما الذي قد ينتج من يعني مؤشرات لتقدم في هذا الملف؟ تحياتي لك يا أستاذ خالد ولجمهور المشاهدين الكرام، وأحب أوضح أن دي الزيارة الثانية لجيفري فيلتمان. الزيارة الأولى يعني تجول فيها في مصر والسودان وإثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي، واليوم هو يتحدث مع شركاء المنطقة، المملكة العربية السعودية وأمن البحر الأحمر، والتهديدات التي يشكلها ملف سد النهضة على أمن الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط وخطوط الملاحة التجارية. يعني بكل تأكيد الكل يعلم مدى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي ومخاطر استمرار التوتر والتهديد الذي يشكله التعنت الإثيوبي ومحاولة فرض الهيمنة المائية والإيرادات، رغم أن أطر التعاون متاحة ودائما أفق تنسيق المواقف بين البلدان الثلاث على النحو الذي تطرحه مصر والسودان متاحة، إلا أن هذا الموقف يهدد أمن واستقرار واحدة من أهم المناطق الجغرافية القريبة من باب المندب، القريبة من منطقة الخليج، القريبة من قناة السويس وإمدادات وخطوط الطاقة والنقل البحري. وبالتالي هناك شراكة إقليمية تتبناها أكيد دولة بحجم وقدر المملكة العربية وكذلك دولة الإمارات وغيرها من البلدان التي تستطيع أن يكون لها ضغطا وتأثيرا على الموقف الإثيوبي، إضافة إلى أن الشريك الأمريكي وقد ساهم في فترة رئاسة الرئيس ترامب من المدة من أكتوبر 2019 حتى فبراير 2020 في التوصل لواحدة من الاتفاقات العادلة التي ارتضاها الأطراف الثلاث ووقعنا عليها من خلال الوزير سامح شكري في واشنطن بالأحرف الأولى، إلا أن الوفد الإثيوبي في سابقة دبلوماسية لم تحدث من قبل لم يحضر الحفل الذي كان مخصصة لبحث التوقيع على مسودة هذا الاتفاق. وبالتالي مصر ستبذل كل طاقتها خلال الزيارة الحالية ومن خلال أيضا تواصلها مع الأشقاء سواء في المنطقة العربية أو الشركاء على الصعيد الدولي أو من خلال مؤسسات الدولية المعنية بالأمن والسلم الدولي. في ظل ما يطرحه البعض يعني من 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 تضاؤل لفرص الحل الدبلوماسي لأزمة السد، هل يصبح الصدام ما بين الجانبين الطرف الأثيوبي والمصري والسوداني من من جهة هو أمر حتمي بمرور الوقت في ظل هذا التصعيد الأخير؟ لا أعتقد والله يا أستاذ خالد. يعني أنا تقديري كدارس لملف المياه هو أن هناك مساحة للدبلوماسية الإقليمية والدولية، خاصة مع اهتمام الولايات المتحدة بإفادة جيفري فيلتمان للمرة الثانية اتصالا بملف سد النهضة. ستظل مصر وفية للبحث عن حلول دبلوماسية حتى المرحلة الأخيرة، لكن ما أرى أننا أمام مشهد إثيوبي داخلي
الانتخابات ستجرى خلال يونيو الجاري في نهاية الشهر، وبالتالي في عملية تصعيد إعلامي كما تابعت حضرتك حديث عن تعزيزات عسكرية، وهذه الأمور أعتقد بتستخدم للاستهلاك المحلي والدعاية لموقف أبي أحمد الذي هو متهم داخليا بالتعدي على جزء من وطنه وجزء من أبناء شعبه، وبالتالي هو يحتاج لقضية يلتف حولها الإثيوبيين، وهو اختار قضية تعاون ليحولها إلى قضية توتر لكن إقليمي. لماذا تبدو أثيوبيا في موقف المتحدي يعني في هذه القضية؟ واضح يا أستاذ خالد أن هناك سوء يعني نية، لا شك أن أي مفاوضات كي تحقق أهدافها لابد أن يتسم موقف المفاوضين لمحاولة التوصل إلى حل، لمحاولة رأب الصدع، أي أن هناك موقفين تفاوضيين يحاولون أن يجد بينهما جسرا للتوصل، لكن الموقف الإثيوبي حقيقي يتعنت بالشكل الذي لا يتيح لك التواصل معه، ويرفض رغم أنه أنشأ مثل هذه المنشأة العملاقة على رافد يعد الوحيد لمصر، هو رافد النيل الأزرق على نهر النيل، ويتحدى المجتمع الدولي. يعني يكفي أن واشنطن توصلت لاتفاق برضا إثيوبيا وبعد جولات تفاوض ست في العاصمة الأمريكية تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكية ومدير صندوق وممثل البنك الدولي، ورغم ذلك وينقض تعهداته باستمرار، لا يحدد سقفه، أي أن النية ليست صادقة في التواصل. هو لديه طموحات لا أعتقد أنه يقوى على طيب تحقيقها لأسباب أولا لوجستية. نعم، في ظل هذه الأهمية التي أشرت إليها قبل قليل يعني بالنسبة للسد لمصر تحديدا وكذلك أيضا للسودان، وزير القوى العاملة في مصر كما تعلمون قال إن قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية. إذا السؤال هنا يعني الذي أطرحه المتابع من خارج مصر يعني سعادة السفير، التحديات التي تواجه مصر الآن هل هي فقط في قطاع الزراعة؟ لا، بكل تأكيد يعني الماء ليست قضية زراعة فقط، الماء هي قضية حياة، وبالتالي مصر لن تقبل أن يفرض عليها مشهد تهدد فيها يعني وجودها، وبالتالي تعلم إثيوبيا حدود الموقف. وأنا أعتقد أننا لو تناولنا ما تم إنشاؤه حتى الآن في مسار سد النهضة، أظن سيناريو الإرجاء قائم. يعني أنا دائما كنت أتحدث عن 3 سيناريوهات أساسية. السيناريو الأول هو التوصل لاتفاق، هذا ما نتمناه، وهذا ما سيفتح طاقات من الخير والاستقرار والهدوء تفيد كل الشعوب بما فيها الشعوب في إثيوبيا ومصر والسودان. ولكن إذا ما أصرت إثيوبيا على هذا الموقف فهناك سيناريو آخر حتى نتجنب المواجهة، أي ترجئ الملء الثاني. وأنا أعتقد أن البنية الهيكلية لسد النهضة لا تسمح بالملء على النحو الذي أعلنوه من قبل، 14 أو 15 مليار تضاف للأربعة مليارات القائمة في الملء الأول، وبالتالي أنا أظن أن منهج الإرجاء قائم. ولكن هناك سيناريو ثالث، إذا لم نتمكن من الاتفاق وإذا لم تسعى إثيوبيا من أجل الإرجاء، هو اللجوء لمنظمات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن المعني بحفظ السلم والأمن، والذي يتيح لك إذا ما شاهدت مشهدا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي أن تبلغه، عليه أن يبحث. إذا لم يتوصل لنتيجة حاسمة في مناقشاته، من حق الدولة وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أن تستخدم ما ترى لحماية طيب ما أمنها. الذي يحقق الخيار الأول الذي أشرت إليه؟ يعني ما الذي تبقى من حلول دبلوماسية في هذا الملف؟ أظن أن هناك مساحة للتدخلات الإقليمية الواعية، أنا أظن المملكة العربية السعودية شريك للأمن والاستقرار الإقليمي في البحر الأحمر، يمكنها أن تلعب دور ومطالبة بكل تأكيد للعب دور، وكذلك يعني دولنا في الخليج لها تأثير، إضافة إلى الولايات المتحدة هي أيضا صاحبة باع في المفاوضات، والبنك الدولي أيضا له تاريخ عريض في التوصل لاتفاقيات مائية هامة، منها اتفاقية نهر السند بين الهند وباكستان، وكانت اتفاقية مثالية. وأنا أعتقد أن إذا ما كانت النوايا خالصة، إثيوبيا حتى الآن يا أستاذ خالد لم تعلن أبدا عن سقفها، يعني مصر تعلن عن 55 مليار هي حصتها التاريخية،
السودان 18.5 مليار هي حصتها التاريخية. إثيوبيا لم تعلن أبدا، رغم أنها تعلم يا أستاذ خالد يسقط عليها 960 مليار متر مكعب مياه من 12 نهر، منهم نهر النيل، يعني عندها 11 نهر آخر يصبان في مناحي مختلفة يمكن أن تقيم عليها، كما قامت تنزانيا. تنزانيا على سبيل المثال في أحد الأنهار البعيدة عن الرافد الأساسي لنهر النيل أو بحيرة فيكتوريا اللي هو نهر روفيزي، بتنشئ سد بخبرة مصرية وبتمويل مصري قدره 3.5 مليار دولار لتولد طاقة كهربائية تكفي 35 مليون نسمة في 2400 ميجا وات. فإثيوبيا يعني أعتقد إذا ما خلصت النوايا وليست خالصة، وإذا ما صدقت نية المفاوض الإثيوبي وهي ليست صادقة، أعاهدك أننا سنتوصل لاتفاق على الفور. عندما ضغطت واشنطن تمكنا من إدارة ملف مفاوضات جاد، لأن الطرف الوسيط يسعى من أجل طيب الجميع. كيف يمكن أن نفهم يعني نية المفاوض الأثيوبي، يعني بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي يعني سابقا أنه بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط يعني في السنة المالية القادمة؟ شوف يعني هذا التصريح، يعني أنا كرجل كما ذكرت للسيادات كتدرس الموارد المائية لحوض نهر النيل، السدود الصغيرة، يعني أذكر أن فترة الرئيس منجستو وكان يعني يساريا ميالا لروسيا للاتحاد السوفيتي آنذاك، تحدث عن إنشاء 10,000 سد مع روسيا. روسيا وقتها الاتحاد السوفيتي كان يعادي الرئيس السادات، فتحدث عن إنشاء 10,000 سد. السدود الصغيرة والمتوسطة والبعيدة عن روافد النهر هي سدود لحصاد الأمطار. لا تزعجنا أبدا أن تنمي إثيوبيا إمكانياتها، بالعكس إثيوبيا دولة إفريقية نامية من أجل مصلحة شعبها الذي يبلغ الآن نحو 120 مليون نسمة. يعني نجاح إثيوبيا في الخروج من دائرة الفقر هو مكسب للسعودية لكن مع ومكسب ذلك يعني كما تعلمون الخارجية يعني المصرية يعني أبدت غضبها من هذا التصريح، واعتبرت طبعا. أنه يعني يكشف مجددا عن سوء نية أثيوبيا في هذا الجانب. في جو التوتر الحالي يا أستاذ خالد لا تأتي بمثل هذه التصريحات، يعني في وقت التوتر الحالي لا تتحدث عن حشود عسكرية على السد، وأنت تعلم أن هناك تواصلات وهناك اتصالات، هناك رئاسة أفريقية تسعى وأنها حكومة أمريكية ترسل مبعوثها للقرن الإفريقي مجددا للمنطقة. في وسط هذه الأجواء أذكرك فقط بأنهم مقدمون على انتخابات في يونيو، سنتيح هذه المساحة، لكن أنا أعتقد أن المعلومات المتوفرة عن حجم الإنشاءات على سد النهضة لا أعتقد أنها ستقود للملء الثاني على النحو الذي وصف، ويحجز 18.5 مليار متر مكعب. وأنا أعتقد أن أثيوبيا يعني تستفيد بهذا المشهد المتوتر لتكثيف يعني الدعاية الداخلية من أجل إنجاح الحملة الانتخابية لأبي أحمد، خاصة وهو الذي تسبب في مأساة التيجراي التي أدانها المجتمع الدولي، وأصبح موقفه وحزبه موقفا يعني مغايرا لما قدم عليه واستحق عليها جائزة نوبل، وهو حقيقة يثبت كل يوم أنه يعني محل نظر من المجتمع الدولي. أنا أعتقد أن مصر ستظل وفية كدولة تلتزم بقواعد القانون الدولي، ولكن هي دولة أيضا تستطيع أن تدافع عن مصالحها وبشكل حاسم. طيب الجولات المفاوضات الماضية التي كانت برعاية أمريكية وفشلت أشرت إليها قبل قليل، الاتحاد الأفريقي كذلك في 3 جولات لم يكتب لها النجاح، هل يبدو أن الولايات المتحدة وأوروبا تحديدا يعني سيكون لها كلمة أيضا في المفاوضات القادمة أو إحداث اختراق في هذا الملف بشكل كبير؟ والله أنا عارف يا أستاذ خالد كنت دايما أتمنى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو الأطراف التفاوضية الثلاث إلى البيت الأبيض، وربما في منتجع كامب ديفيد كما حصل في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وعندما يتم صياغة المشهد وفقا لما تم تحقيقه. يعني في واشنطن حققنا 90% من الاتفاق، فلنجلس على 10 المتبقية وننهيها وندعو القادة لحديقة البيت الأبيض للتوقيع. أظن القادر على تحقيق هذا هي الولايات المتحدة، ولكن أنا أؤكد لسيادتك أن سنسمح للوساطات الدولية والإقليمية والتدخلات لحماية المشهد الإقليمي، لأننا دولة علينا مسؤولية إقليمية، كما فعلنا في ليبيا وقاد الموقف المصري الحاسم
لإطلاق عملية سياسية جادة ستقود إن شاء الله الأمن واستقرار ليبيا، وكما حققنا الاستقرار في الشرق المتوسط، وكما نعمل مع المملكة من خلال منتدى أمن البحر الأحمر للدول العربية والإفريقية، سنعمل من أجل جعل أيضا منطقة شرق إفريقيا منطقة للتعاون، وكي تكون المياه وهي هبة إلهية منحة لكل جميل، الشعوب. أشكرك من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي، شكرا جزيلا لك.